بخصوص الزيادة، تمام، في ناس بتزيد بكثرة، بتزيد بشدة جدا، تمام. هل الزيادة دي يعني بتخلي الشخص اللي هو عنده زيادة في الوزن ده بيكون معرض أكتر من أي حد بالإصابة بمرض السكر؟ بمرض السكر من النوع الثاني، من ضمن عوامل الخطر للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني هو السمنة المفرطة، وبرضه من ضمن عوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض ارتفاع ضغط الدم الشديد وتصلب الشرايين والإصابة بالذبحات الصدرية طبعا السكتات الدماغية برضه وجلطات القلب وكده. كل ده السمنة بسبب زيادة بسبب الوزن. زيادة الوزن، يعني حضرتك عايز تقول زيادة الوزن هي كتلة من الأمراض. دي حقيقة، دي يعني حقيقة. تمام. هو يسمى بالمرض الصامت يعني زيادة الوزن. طب حضرتك